نظمت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اجتماعا تنسيقيا لمديري الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني. اجتماع تضمن العديد من النقاط الهامة التي تركزت في مجملها على ضرورة تهيئة أفضل السبل لتقديم الخدمات المثلى لمرتادي جسر الملك فهد، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المتنوعة واستعراض مختلف المشاريع التي تنفذها وتمضي نحو تنفيذها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، رامية إلى تحقيق الرضا التام للعابرين في أوقات الذروة والمناسبات والأعياد الدينية والعطل الرسمية. إلى جانب ذلك، قدمت إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عرضا مرئيا أظهر أعمال التطوير التي تم البدء بتنفيذها المتضمنة بتقديم الخدمات والمعلومات المسبقة للعابرين، والتي توضح الحالة القائمة للجسر فضلا عن تحديث نظام بوابات الرسوم واستخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المختلفة. فيه لجنة تنسيقية لإدارة الحركة والتفاعل السريع في حال وجود لا سمح الله تكدسات أو ارتدادات، فهذا من ضمن العمل التنسيقي بيننا وبين الإدارات العاملة. ستكتمل خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله على الكثير أعمال توسعة الكابينات في مناطق الإجراءات في الجوازات من الجانبين، بحيث إن شاء الله تتضاعف السعة الاستيعابية. بدينا ب 18 كابينة كانت موجودة سابقا، الآن إن شاء الله ستتضاعف إلى 38 كابينة، وهذا يعني أكثر من الضعف، مما إن شاء الله تعالى سيختصر في وقت العبور إن شاء الله وتسهيل الإجراءات.